على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رجالا للقانون لنؤازر ونتسم dans notre demande de départ. أعضاء السلك الدبلوماسي والوفود يؤكد أننا لا نواجه أن تنتصر أي قضاء ونقباء ومحامين رسول الله. الحقوقيون اليوم من خبراء ومحامين وقضاة كلنا، واليوم تلاحظوا باللي حتى الاتحاد المحامي العرب اللي في حقيقه الامر فيه مليون محامي، اذا اليوم راح ننطلق بمليونيه الجزائر في المتابعه لهذا الكيان بكل جرائمه. من خلال هذا المجهود العلمي الحقوقي نحاول لاول مره ان نعطي لعملنا او لمخرجاتنا اليوم خارطه طريق واضحه من خلالها تقوم مجموعه من الإخوة المشاركين في هذه الندوة بتشكيل لما لا فرق حقوقية مختلفة الأطياف، عمل جماعي، التنسيق مع المبادرات الأجنبية الأخرى، ونقوم بعملية متابعة لمخرجاتنا لكي نوصلوها بقوة وبأمانة أمام المحافل القضائية والحقوقية الدولية كما أعلننا عنه في السابق. La force de conviction on la voit aujourd'hui. Où des gens qui sont très différents, avec des approches juridiques qui sont différentes, se réunissent tous en disant « mais ce qu'on a vu, c'est un acte de génocide. C'est une manière de dire à ce peuple, tu n'as rien à faire sur cette terre. » Donc ce mouvement puissant qui se met en place, il est vraiment très important et porté par un pays qui a une histoire. La réunion d'Alger, elle va faire passer un message qui ira jusqu'à la cour en disant « en quelques jours, voilà ce qu'on a réuni. » Donc comprenez la force de ce qui est en cause. Et ensuite, on met en place de véritables méthodes de travail qui vont donner des fruits. نحن هنا اليوم في الجزائر وإذ نقدر عاليا ونثمن عاليا أيضا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوته لملاحقة ومكافحة مجرمي الحرب الإسرائيليين. نعتبر أن هذه الدعوة التي التقطتها منظمات المجتمع المدني في الجزائر، سيما النقابة الوطنية للقضاء أو نقابة المحامين أو الإخوة في المجتمع المدني، إنما التقطت دعوة الرئيس عبد المجيد تبون لتجسدها واقعا عمليا. هذه واجهة جديدة من أوجه ومسارات المواجهة مع الاحتلال الصهيوني لا تقل أهمية عن المواجهة الميدانية معه. نؤكد على أهمية هذا المسار وندعو إلى تفعيله وتطويره وترجمة مخرجات هذه الندوة. أهمية هذه الندوة أنها تأتي في سياق توجيه وتعليمات من السيد الرئيس عبد المجيد تبون. هذا يؤكد أن القضية حاضرة تماما في ذهن السيد الرئيس وهو يسعى لتفعيلها بكل الأشكال المختلفة، وهذا مسار اعتزاز لنا في حركة حماس.